سيناقش المؤتمر خلال الأسابيع الثلاث القادمة العديد من المواضيع الهامة التي تهم المجتمع الدولي بأسره وتدعم أعمال الاتحاد والاتصالات وتؤدي إلى تطوير قطاع الاتصالات على المستوى الدولي وخاصة في الدول النامية، كما تعزز أمن المعلومات والاتصالات في عصر اعتمد على هذه الخدمات في جميع معاملاته. ونحن جميعا على ثقة بأنه من يشارك في هذا المؤتمر هم من أفضل الخبراء على المستوى الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويحملون جميعا نفس الآمال والتوجهات التي تحقق أهداف المؤتمر ورضا المجتمع الدولي. أرحب بكم مرة أخرى في دولة الإمارات المتحدة، وأرجو أن يسمح وقتكم لزيارة العديد من الأماكن الجميلة في إمارة دبي وبقية إمارات الدولة والتسوق في أسواقها ومجتمعاتها التجارية التي ستجدون فيها جميعا احتياجاتكم وستجدون فيها أيضا ما يرضي ويسعد عوائلكم ويبرر تواجدكم في هذا البلد أو في هذا المؤتمر وبعدكم عنهم لمدة 3 أسابيع متواصلة. مع تمنياتي للمؤتمر بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.